نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وصلوات الله وسلامه على نبينا القائل في التنويه بكتاب الله تعالى: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. هو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، لم تنتهي الجن إذ سمعوه حتى رجعوا إلى قومهم قائلين: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من نطق به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم وهدي إلى صراط مستقيم. أما بعد، فإليكم آيات من كتاب الله تعالى مشتملة على 24 وصية من الله تعالى، 10 أوامر من الله تعالى يجب أن تمتثل، و14 نهيا من الله تعالى يجب أن تجتنب. ألا وتلك الآيات هي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا كريما وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. هذه الآيات اشتملت على 10 أوامر من الله تعالى يتتبعها القارئ لها أمرا بعد أمر واشتملت على 14 نهيا من الله تعالى وهذا كلام رب العالمين هذا كلام خالق السماوات والأرض وما بينهما هذا كلام من أقام السماوات والأرض ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالعدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته من غير غلو ولا تقصير هذه أوامر من العليم الخبير يعلم سبحانه وتعالى أن في امتثالها السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية و14 نهيا من الله يعلم أن في الانتهاء بها السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية ولقد فسرناها أكثر من مرة وقد أسمعناكم إياها ومعظمكم أو كلكم يفقه معناها والذي يخفى عليه من معناها سهل عليه أن يطلع عليه وأن يتعرف عليه في كتب التفسير وفي كلام أهل العلم عليها فالرجاء أننا نقف عند كتاب الله تعالى امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه نبتغي بذلك وجهه فإن نحن فعلنا فالله تعالى سيجعل لنا من أمرنا يسرا فالله تعالى سيحقق لنا ما وعد به عباده الممتثلين لأمره المجتنبين لنهيه على وفق ما شرع في محكم كتابه بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فانطلاقا مما أبلغت به من عدة جهات من تعاطي بعض المنكرات حسب ما أخبرني به الذين أخبروني به وحسب ما بلغوني به انطلاقا مما أبلغوني به وانطلاقا من قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا
ولتقصرنه عليه قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، يعني ويضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم، يعني بالذين يعيد عليهم الضمير ما ذكرهم في أول هذا الحديث، وهم بنو إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انطلاقا من ذلك، كما قلت قد أبلغت من أكثر من جهة أن هذا الطريق الذي يتفرع من شمال المطار الموجود هنا، من شماله يتفرع ناحية الشرق، يتفرع عن الطريق المعروفة عند العامة بالطريق المتجه إلى أبجوجت. هذا الطريق المتفرع على ناحية الشرق يسميه العامة شارع عزيز، بما أنه من أول الطرق التي أنجزت في عهد رئيس الجمهورية. أخبروني أن هذا الطريق في كل ليلة يجتمع عليه من الأجانب بالأجنبيات ويتعاطون من المنكرات ما الله تعالى به عليم. انطلاقا من ذلك، أسمعوا الجميع وخصوصا الذين يقدرون على تغيير المنكر باليد ألا وهم السلطة، أن هذا المنكر يجب تغييره، ولا نريد أن نقطع رزق أحد ولا أن نضيق على أحد. فإذا كان على جنبات ذلك الطريق أناس يترزقون يقدمون الشاي ويقدمون بعض المأكولات، فنحن لا نريد قطع أرزاقهم، كما لا نريد التضييق على من يريد أن يخرج ليستجم وليستريح. كيف نريد منهم ذلك؟ والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الذي نريد حسب ما أبلغت به أن تتعاهد تلك الأماكن وتلك المحلات التي تتعاطى فيها تلك المنكرات حسب ما أبلغت به، وذلك على عهدة الذين أبلغوني وهم أكثر من واحد وبعضهم ثقات نعرفه. فالرجاء أن ينتبه ولاة أمورنا لذلك. وهنا نذكر بما كنا نطالب به سابقا من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كانت قائمة لكفت المؤنة ولكفى إبلاغها ولأتت تلك المحلات وغيرت تلك المنكرات. الرجاء أننا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا نكون عرضة لمقت الله تعالى وسخطه، والرجاء أن نتعاون على البر والتقوى فيما بيننا، والرجاء أن نحقق العدل فيما بيننا. العدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته من غير غلو ولا تقصير. فالرجاء أن ينتهي الظالم عن الظلم وأن يرفع الظلم عن المظلوم، وأن نقيم العدل بالعدل قامت السماوات والأرض. وقديما قيل إن الدول يمكن أن تقوم على الكفر ولكن لا يمكن أن تقوم على الظلم، فالحذر الحذر من الظلم والبدار البدار إلى رفع الظلم عن المظلوم وإلى رد الظالم عن الظلم. الله تعالى يقول في محكمك يقول في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكونوا كما وصفكم الله تعالى إذ يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وكما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه نصوص من الوحي، إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل المظلومين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين أينما كانوا، اللهم كلهم أينما كانوا، اللهم إنا كلهم أينما كانوا، اللهم كلهم وليا ونصيرا، اللهم فرج همهم وأذهب غمهم، اللهم وأحق الحق بكلماتك واقطع دابر الكافرين، اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار، فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.